منتخب السعودية بيخرج الجزائر في وسط بلده من دورة الألعاب العربية بالجزائر. يعني منتخب السعودية هو اللي خرج الجزائر، وكل يتوقع أن الجزائر على ملعبها في وسط جمهورها ملاعبها، لكن كان في واحد في تعليقات امبارح، في تعليق كده كان مكتوب في فيديو عملته امبارح بيقول: يا كابتن نتمنى، اتمنى انا جزائري ان المنتخب الجزائري يخرج علشان العيوب تبقى واضحة للناس مسؤولين عن الكرة. انا استغربت في التعليق امبارح، بس وانا بشاهد المباراة طلع عنده حق، سواء بقى اللي كاتب التعليق ده سيدة او راجل محترم جدا، وطلع عندك حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيقة 20 ضربة جزاء بينقذها رضوان معاشو، لكن ترد تاني لصهيب، صهيب يشوطها يصدها برضو رضوان. الكلام ده كله في الدقيقة 20. قبل الدقيقة 20 طبعا لما ردت من رضوان كملها عبد الله زيد، ما فيهاش تسلل ولا حاجة، كان قبل الخط وسجل الهدف الأول للسعودية. قبل الهدف الدقيقة 8 تقريبا ضربة راس حلوة جدا لمنتخب السعودية من كورنر أنقذها رضوان معاشو، كويس أوي. جينا بقى في الشوط الثاني في الدقيقة 49 من ناحية رقيق، ناحية اليمين رقيق بيعدي ومشيت معاه حاجة فردية كالعادة من المنتخب الجزائر، عشوائي وفردي كده، ورفعها جت في رجل مدافع وعليت علشان يجيبها تمين منذر، اللاعب الجيد جدا في وسط المنتخب هو اللي لفت نظري بصراحة، ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 49. مستوى كورة يعني كمباراة أنا مش عارف ألوم مين على مستوى، يعني ألوم اللعيبة ولا ألوم الجهاز الفني. اللعيبة يعني اتلمت واتجمعت قبل البطولة بأيام بسيطة، ولا ألوم نفسي، أنا مش عارف صراحة. السعودية كالعادة فريق منظم جدا وبيلعب بنظام كرة حديثة، واضح جدا في الهدف الأولاني الكرة الحديثة، إن الراجل مروان الوينج الشمال نزل بالكرة، ولما نزل بالكرة صهيب كابتن الفريق اللي هو تحت المهاجم راح في المساحة الفاضية، مروان لف ولعبها لصهيب، صهيب من وان تاتش من لمسة واحدة يلعبها لعبد العزيز عثمان اللي يروح انفراد وياخد ضربة جزاء. هي دي الكرة الحديثة، ثلاثي هجوم عرفوا ازاي يتحركوا بكرة حديثة، لعب جماعي. الجزائريين مهارات اعلى من لعيبة السعودية، لكن كرة القدم مش لعبة فردية، كرة القدم مش تنس هتديني مضرب وانا الفريق، لا الفريق جماعي، المهارة هي اللي بتخدم الجماعة زي ما شفنا في الهدف الاول لمنتخب السعودية. لكن تتفرج على منتخب الجزائر في لعيبة عندها مهارة احسن وافضل من منتخب السعودية، لكن كل واحد اللي بيجي على مزاجه بيعمله، اللي بيجي على مزاجه وبيعمله، يعني بالظبط زي واحدة هبلة وادوها طبلة، هبلة وادوها مش هتعمل لك لحن، هتمسك الطبلة اي حاجة في اي حاجة. فريق الجزائر للأسف كده عندهم مهارات، بس كل واحد بيعمل اللي يعني عايز اعدي اعدي، طب هشوط من بعيد يلا شوط، قرارات فردية وقرارات عشوائية وحاجة غريبة جدا. يعني مدرب البرازيل لمنتخب السعودية تحس ان في جمل بتتعمل، في حاجات بتتعمل. الاتحاد الجزائري بقى هنا هو اللي لازم يلام، الاتحاد الجزائري انت تقصد ايه بالمنتخب اللي انت عملته ده، تقصد ايه؟ وبعدين الدولة هي اللي نظمت البطولة، فالمفروض ان كل واحد مشترك في المنافسة، اي العاب بقى، العاب الحديد، السباحة، الكورة، لازم يا اخي يبقى على مستوى الحدث. اتحاد الكورة انتوا اخطأتوا خطأ كبير جدا جدا، وشوفوا بقى وصلحوا كده، لان الامور صعبة جدا. يعني الدقيقة 73 اتفاجئ ان المدرب الجزائر بيغير بنزيد غيره في الدقيقة 73. يا راجل انت قعدت تصبر على بنزيد اللي هو رقم 7 ده 73 دقيقة يا راجل،
ده من اول دقيقه بن زيد بيلعب مع فريق السعوديه، كل كوره مبوظها، كل كوره مبوظها. انت لسه فاكر بتغيره في الدقيقه 73 يا مدرب يا مفتري؟ مش عايز اظلم بس ده اللي انا شفته. زي ما قلت لك منذر تمين اللي هو المهاجم اللي سجل الهدف للجزائر، تحس ان هو يعني تحس ان هو لعيب فعلا يقدر يلعب ويتحرك، لكن كل اللعيبه اللي في الملعب، كل اللعيبه في الملعب مستوى درجه ثالثه، درجه ثالثه مش درجه ثانيه، ما عدا شكال. شكال لعيب كويس على فكره، ولكن عايز مدرب يظبطه. زي ما قلت لكم فريق السعوديه فريق تحس انه فريق اللعيبه فاهمه بتعمل ايه، وزي ما حكيت لكم على لعيبه الجزائر ان كل واحد باع الكوره اللي بيجي في باله بيعمله. فمتشكرين مليون مبروك للسعوديه، برغم ان الجزائر كان هي اللي معاها الكوره اكتر وبتحاول ومهارات واضحه ومش عارف، بس ايه فرح العمده مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، والسعوديين فاهمين وعلى مخهم بتوع كوره، طق جون طق جون وخلصوا الماتش. شكرا.